اول حاجه شفنا ايه الكرايتيريا المطلوبه من الجمعيه اللي في لندن اللي هم ستريت تشايلد يونايتد. كان فيهم حاجتين بيسك، ان الطفل يبقى عاش سنتين بره بيته اندبندنتلي لوحده، وان يبقى بقاله سنه اوريدي واحد داخل واحده من المؤسسات دي. انزل خالد فيها يلا، عامل ايه؟ يلا خالد انزل فيها. ايوه بقى ايوه. غيرت حاجات كتير، يعني انا من زمان كنت بشتغل في باب الشعريه فرشه جزم، كنت شغال سريع وكده، بس انا قلت عايز ابقى حاجه فيها كوره، ان دي احسن حاجه فيها. اطلع فوق حلو. ايوه صح والله حضرتك عارف ان طبعا طفل الشارع بيبقى اتعرض لاهانات كتير في الشارع، ان هو نام في الشارع، ان هو شرب مخدرات، ان هو شرب سجاير، ان هو اتعرض لشذوذ، ان هو اتعرض لحاجات كتير. فالشغل دوت احنا اخصائيين مقيمين معاهم. انا شايف ان العيال بصراحه عندهم ميول لموضوع التدريب ده قوي والجامده، غير كده العيال النفسيه بتاعتهم عاليه جدا، حاسين ان هو في حاجه عاوزين يعملوها، واهم حاجه العمل النفسي ده. عين هناك هناك اكتر حاجه نفسي فيها ان هم يبقوا يروحوا هناك ياخدوا الاكسبيرينس، يرجعوا يحسوا انه في تغيير حصل ويبتدوا هم يشتغلوا عليه، ويبتدوا يدوا النولج دي او يدوا الاكسبيرينس نفسها اللي حصلت للناس التانية اللي معاهم في البيت نفسه اللي حواليه، ويبتدي الموضوع يكبر اكتر، بحيث انه يبقى في اويرنس اعلى بكتير على انه فكره انا حد في كنت كده وبقيت الناحيه الثانيه بقيت حاجه احسن، ممكن بقى عندي هوب. دلوقتي فاضل لنا اكبر اثنين تشالنجز، وهو اللي احنا نطلع باسبورات للولاد دي، والريدي في جزء كبير منها طلع، وان احنا نكمل الفلوس اللي محتاجينها عشان نسافر نجيب بيها تذاكر الطيران. واحنا اقدر اقول ان احنا عندنا 20 30% منها، وان شاء الله نقدر في خلال الشهر اللي جاي نكمل المبلغ ده. طب اتعلمنا ايه النهارده بقى؟ ان احنا نقف في مكاننا صح، نتلع غير لو انت ممكن تدفع في الفلوس في الفلوس. انا عاوز اقول كل الناس، لكل الناس اللي دلوقتي يعني في الشارع، يعني استغلوا الفرصه، استغلوا اي فرصه تجيلهم، دي اول حاجه اقولها لهم. وتاني حاجه اقول لهم ما تضيعوش الفرصه من ايدكم، اي فرصه من ايدكم، او ما فيش فرصه عندكم انتوا روحوا الفرصه بنفسكم. ها ها كمان كمان كمان. يعني اول مره نشوف حاجه نحبها وبنعملها في نفس الوقت ومفيده للاطفال، وعارفين الباشن بتاعه الكوره هي اكتر حاجه ممكن تطلع طفل الشارع بره الشارع. عيد بص لفوق وشايف الكوره في نفس الوقت. اوكي حلو قوي ده. ايوه كده ماشي خلاص. انت عشان ابص ثابت يعني. الكوره بقى عشان الحاجه اللي في الملعب كلها. يلا يلا.